يحكموا بناء على أكثرية نيابية، لأنه المطلب اليوم هو إجراء انتخابات نيابية مبكرة، والمطلب اللي قبل الإجراء انتخابات نيابية مبكرة هو تشكيل حكومة من المستقلين من الكفاءات تشرف على البلد، لأنه السلطة أثبتت أنها تفتقد إلى المسؤولية، تجمع ما بين صفتي الفشل والفساد، وهي المسؤولة عن الانهيار، والمسؤول عن الانهيار مش هو المؤهل أنه يوقف الانهيار ويعالج الأزمة. طيب اليوم معالجة الأزمة هل هو فقط باستقالة الحكومة ولا ربما في طرق أخرى؟ يعني البعض عم بخاف من فراغ، البعض عم بخاف من تعطيل معين، البعض عم بخاف أنه اليوم تتحول الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال وندخل بسيناريو طويل. هذا اللي عم بيخوف الفراغ، هو مسؤول عن الفراغ، أول شيء تاريخيا مسؤول عن فراغ رئاسي طويل لمدة سنتين كلفته الاقتصادية مليارات الدولارات على البلد، هي جزء من الأزمة، مسؤول عن فراغ بتشكيل الحكومات لأنه حكومات محافظة وتوزيع إمارات، يعني كأنه كل طرف له وزارة هي إمارة والوزير هو أمير على الوزارة، يعني مثل الطاقة هي إمارة مخصصة للتيار الوطني والاتصالات مخصصة لتيار المستقبل وكلهم يتصرف على هواه. كذبة هاي الفراغ كذبة كبيرة، هم سبب الفراغ وهم يهولون بالفراغ ويضعونه كسلاح بوجه الانتفاضة. أنا بدي أقول شغلة، في احتمالين، إذا استقالت هذه الحكومة إيش ببلد شو بيمنع تشكيل حكومة كفاءات إذا في نوايا صافية؟ ارفعوا أيديكم عن هذه الحكومة، لم تعودوا مؤهلين لتحكموا البلد، وبالتالي اذا رافضين يعني بس الطرف الاساسي اسعد اليوم اي حكومه تشكل بده يصير في مشاورات نيابيه وبدات كمان تاخذ ثقه المجلس. يعني اذا المجلس حكومه كندا اللي هي دوله كبيره بتتشكل باسبوع او اسبوعين، حكومه الصين اللي هي 3 مليار تتشكل بيومين، حكومه اي حكومه بالعالم لبنان بهذه البلدان ما فينا نقارن، بس بدي لك شغله، ما فينا نقارن لانه في قوى عم بتعطل لتتقاسم السلطه التنفيذيه ولتتقاسم مغانم السلطه التنفيذيه، هون هو يعني اللي عم يدعوا خوفهم من الفراغ هن انفسهم يمثلون الفراغ. انا بدي اقول شغله ثانيه اخرى، اليوم في بلد في اكثريه واقليه، صح ولا لا؟ في فريق حزب الله وحلفائه يمثلون اكثريه، طيب السؤال اذا انتم مصرين على ان تشركوا بعض القيادات كواجهات سياسية في هذه الحكومة، طيب إذا على الأقل أنتوا واثقين من أنفسكم أنه أنتوا الحل، تفضلوا شكلوا حكومة حتى القوى الأخرى تعارضكم، إذا عندكم أكثرية ليش بده يكون في فراغ؟ رح يقبل الشارع؟ لا لا قبلانين، هني لا قبلانين مع الانتفاضة بأنه بتشكيل حكومة مستقلة، الكل يرفع، كل القوى السياسية ترفع أيديهم عن هذه الحكومة حتى تشتغل، حتى توقف الانهيار اللي هن سببوه، ولا عم يستعملوا اكثريتهم اللي هي اكثريتهم حقيقيه لتشكيل حكومه حتى نحاسبهم على اساسها، يمكن ينجحوا ما بتعرفي، اذا حزب الله وحلفائه شكلوا والعهد شكلوا حكومه يمكن نضرب لهم تحيه، ولكن هن مكربجين البلد بهذه التركيبه اللي هي مش معروف، ولكن استاذ اسعد اليوم مطلب الشارع واضح، يلقي المسؤوليه على الاخر وضايع المسؤوليات. يعني حتى الاقتراح اللي تفضلت فيه، يعني مطلب الشارع اليوم واضح، حكومة مستقلة من اختصاصيين، الشارع يرفض أي حزبيين اليوم، يعني حتى إذا هن الفريق الآخر بده يستلم، فريق الأكثرية مثل ما ذكرت بده يستلم اليوم الحكومة، الشعب رافض، الشارع رافض اليوم، ألا يجب تحقيق مطالب الشعب للخروج من الواقع اللي نحن اليوم فيه؟ ما هذا اللي انا عم اقول لك اياه تافضح كذبتهم، انه انا عم اقول لهم مطلب الناس وانا من هذا المطلب خلي حكومه رفع يد السياسيين عن الحكومه وتشكيل حكومه انقاذ اقتصادي، انقاذ للبلد. اذا ما بدكم، اذا لا هيدي بدكم اياه ولا بدكم انه تقولوا انتم تتحملوا مسؤوليه الحكم حتى نحاسبكم او نزقف لكم، شو اللي بدكم اياه؟ بدكم انه تضلكم بحكومه تحافظ، هذه الحكومه اللي مسمينها حكومه سياسيه وهي ابعد عن السياسي من هون للمريخ، هذه مش حكومه سياسيه، هذه حكومه تقاسم، حكومه تفاهمات على نهب المال العام، وبالتالي انا بقول شغله صغيره، مهما راهن على استعمال كل الاساليب لاجهاض
هذه الانتفاضة الشعبية، هذه الانتفاضة متجذرة لأن يقوم بها جيل الشباب اللي عنده أمل بأنه يبني لبنان مثل ما بيستحق، مثل ما بيليق فيهم، وجيل الذين خاب أملهم واللي هني وراء الشباب اليوم وماشيين كلهم سوا. لن يخيب أملهم هلأ كمان للشباب كمان؟ يعني أليس هنالك محاولات لإجهاض هذا الحراك؟ محاولات أكيد، ما أنا عم أقول لك، محاولات من التشويش، من التشبيح، من إرسال الزعران، من أنه التهويل، من محاولة. إلى متى سيصمد هذا الشارع؟ اسمحي لي بس أكمل كل هالأساليب. رح يصمد الشارع بإذن الله، بيصمد الشارع من استعمال السلاح الاحتياط الوطني لدى اللبنانيين اللي اسمه المؤسسة العسكرية. هذا السلاح الاحتياط الوطني بدهم كمان يشوهوه ويلولتوا له إيديه بقصة أنه ينزل دم من اللبنانيين، وهيدي كمان من الموبقات اللي عم يعملوها ربما قبل ما الشعب اللبناني ينتصر ويحقق أهدافه. ولكن بعتقد أنه هالشعب اللبناني اللي عم يتعب هودي ال 12 يوم تعب وتنعترف بالموضوع، ولكن ما تعب إلى درجة أنه يستسلم ويطلع من الشارع ويطلع من هذا الانتفاض والاعتراض، لأنه معتبر أنه هيدي الفرصة، هي الفرصة ربما تكون الثمينة والوحيدة والأخيرة لبناء وطن، لبناء دولة. استاذ أسعد، من شوي استاذ صلاح سلام قال انه اليوم لعبة الوقت لا يلعب الى صالح المتظاهرين، صالح الشارع، واليوم الحكومة تستخدم ورقة الوقت كرهان على استمرار هذا الحراك. شو المطلوب اليوم؟ كرمال الشارع يصمد في حال بده يصمد، وكرمال السلطة ما تستغل هذه النقطة، نقطة عامل الوقت، بأنه للمماطلة. أنا بوافق بالشق الثاني أنه فعلا عم يلعبوا لعبة الوقت السلطة، العهد ومن وراء العهد، وطبعا الحكومة ما بعرف هلا بستعرض شوي موقف الرئيس الحريري. ولكن ما بوافقوا بالشق الاول انه الشارع ممكن يطلع شويه طلوع ونزول، ولكن الشارع ثابت، نحن موجودين وبنعرف انه الشارع ثابت ومستمر الى النهايه، لانه معتبر انه هو عم يشتغل بقلب الازمه، عم يشتغل الانقاذ بعد ما وصلوا اللبنانيين الى ازمه عميقه جدا جدا، وبالتالي الناس اوعى جدا من لعبه انه شراء الوقت اللي عم يعملوه هن بوجه. في معلومات صارت لي انه الرئيس الحريري رح يدعي لجلسه للحكومه نهار الخميس، وانا بعتقد هذا خطا جسيم، لانه بيكون عم يكرس القول للبنانيين انه هو وقف مسعاه للاستقاله ومحاوله الاتيان بحكومه التكنوقراط. هل ستعتبر هذه خطوه استفزازيه للشارع انه نحن مكفيين بعملنا عادي؟ اكيد اكثر من استفزازيه، هذا تحدي وهذا احتقار للشارع، وهيدا اذا كان حدا عم يشجع للرئيس الحريري عم بيحطه بالواجهه بهذا الموضوع. اللي بده يشتغلوا هيدا الشغل وكانه الحياه عادي طبيعيه، لا، الحياه مش لانه ما بدنا اياها تكون طبيعيه، نحن اللبنانيين اول ناس بدهم يرجعوا لحياتهم الطبيعيه، مش غرامهم يقعدوا بخيمه تحت الشتاء وتحت المطر وبالشوك ويمشوا وتنقطع الطريق، لا، هن عم يعملوا هالشيء فعلا لترجع الحياه الطبيعيه. اما اذا هذه السلطه بدها توحي للداخل والخارج انه رجعت الحياه الطبيعيه غصبا عن اللبنانيين، انا بعتقد هذه محاوله كثير فاشله. المايسترو اللي عم يشتغل هو حزب الله دفاعا عن دولته، هذه اصبحت دوله حزب الله، ما في حد فاصل ما بين هذه الدوله. هل الرئيس الحريري اليوم مكبل؟ قراره مش بايده؟ أنا ما بدي صدق إنه بيقبل يتكبل إيديه الرئيس الحريري، أنا بدي صدق شغلة إنه الرئيس الحريري بيقول هو ابن لحظة استشهاد رفيق الحريري، ابن لحظة استشهاد رفيق الحريري كان فيها كثير تحديات وصعوبات يمكن أكثر من هلا، وهذه التحديات والصعوبات تجاوزوها كل الناس يومتها بهذاك التوقيت، اليوم التحدي الكبير هو بأنه يوقف إلى جانب الناس، إلى جانب أهله، لأنه الاستمرار بلعب دور المتراس لهذا الائتلاف الحاكم هو كمان هو انتحار سياسي ووطني، وبالتالي ما بتمنى انا رئيس حريري لعب هالدور، بتمنى ياخذ القرار المناسب باسرع ما يكون، لانه اذا في رهان انه هذا الشارع هؤلاء الناس سوف يتعبون، انا باكد انه اذا
اخذوا نفس عميق بيكونوا عم ياخذوه حتى يستكملوا هذه المعركه، لانه بيعتبروها المواجهه الاخيره لبناء وطن. اذا فشلت لا سمح الله وهي مش هتفشل، بعتقد كثير من الناس النخب، كثير من الشرائح كبرى من اللبنانيين فقدت ايمانها بهالوطن، وهذا له نتائج كثير خطيره على مستقبل لبنان. طيب هنالك اصرار واضح من الشارع على استقاله الحكومه، وهنالك على ما يبدو اصرار واضح من الحكومه على عدم الاستقاله، اقله على لسان السيد حسن نصر الله انه لا استقاله لهذه الحكومه. هنالك ورقه اصلاحات قدمها الرئيس الحريري رفض المتظاهرون. اليوم هل هنالك من حل وسط يجمع بين المطالب الشعبية وبين ربما التعنت الحكومة الذي عم نشاهده كرمال الاتيان بحلول لهذه الأزمة، ولا الشارع واضح بمطلبه وليس هنالك من نقاط رمادية؟ لا، الشارع واضح بمطلبه، بس مش قصة استقالة الحكومة وتشكيل الحكومة فقط، تشكيل الحكومة كمدخل لبرنامج انقاذ، تطبيق برنامج انقاذي، مش من اجل انه كيدية مع سعد الحريري او محبة بجبران باسيل او كرها بجبران باسيل او، ولكن هن كيف عم يتصرف؟ عم يتصرفوا انه في ثوابت، انه اليوم حزب الله متمسك ببقاء جبران باسيل اكثر من متمسك فيه العماد عون الرئيس عون. طيب حزب الله اليوم بمواجهه بيئته لهذا الموضوع، بمواجهه بيئته كحامي وغطاء لشيء يستدعي الكثير من التساؤلات داخل هالبيئه، لماذا يحمي حزب الله الائتلاف الحاكم بهذه الطريقه؟ هل لاهداف لبنانيه، لاهداف اقتصاديه، ام لانه يعتبر ان هؤلاء القوى هم ائتلاف هو ركبه لحتى يمسك الورقة اللبنانية، ولحتى لأنه هاي الورقة اللبنانية هي جزء من ورقة، يعني لبنان تحول إلى ورقة على حزب الله على بمعادلة المنطقة لصالح إيران. طيب هل هالشيء هو على حساب اللبنانيين وكرامتهم ولقمة خبزهم وتعليمهم وبيئتهم واقتصادهم المنهار؟ نعم، هذا الشيء عم نلمسه لمس اليد، انه حزب الله اليوم هو عم يشتغل المعادله الداخليه بخلفيه اقليميه لاهداف اقليميه، مش لاهداف تتعلق بمصلحه اللبنانيين. الامر الثاني انه هالتمترس انه يا فلان داخل الحكومه او ما في حكومه. طيب هيدا مش احتقار للشعب اللبناني اللي عبر بطريقه واضحه؟ هذه الاجواء صحيحه؟ اكيد صحيحه، يعني في تبادل، يعني تبادل محاولة إقصاء داخل، أنه إذا جبران باسيل جوا يعني الرئيس الحريري جوا، إذا جبران باسيل برا لا مشترط إبعاد سعد الحريري، يعني لعبة تبادل بينبون داخل هذا الائتلاف الحاكم، إعادة ترتيب يعني توازنات معينة تمهيدا للمحكوم، ولكن النية المشتركة هي الإبقاء على أنه الحكومة ما يسمونها سياسي، هي ابعد شيء عن السياسي، هي ما لا يعني حرام السياسي يوصفوها هذا الوصف التعيس، لانه هذه حكومه بيئه، يعني الحكومه والحكومات بعض كثير من الحكومات المتعاقبه، حكومه يعني تقسيم المنافع، تقسيم. عم تساليني عن الورقه الاصلاحيه، الورقه الاصلاحيه فيها كثير تواريخ لمشاريع، هن المشاريع اللي بدهم ينفذوها، نحن اللبنانيين كلبنانيين عم نراقب تنفيذ هذه المشاريع وراح نراقبها بكره اذا ان شاء الله ترجع تجي اموال مؤتمر ساد لنشوف كيف، يعني بتمنى تكون الرقابه الدوليه قويه وصارمه جدا، ولكن اذا ما كان هالشيء صحيح انه الرقابه الدوليه قويه وصارمه جدا على كيفيه صرف الأموال.